تمكنت عناصر الأمن الوطني باش توضع حد لعصابة إجرامية في شيشاوة كتكون من 5 ديال الأفراد. هاد العصابة كانت كتهاجم مستعملي الطريق من أرباب السيارات والشاحنات والحافلات اللي كانت كدوز من الطريق الوطني رقم 8، وكتهاجمهم بالليل بالحجارة، وكتتم رشق المركبات بواسطة الحجارة ليلا. البوليس شدوا 4 من أفراد هاد العصابة اللي كيبلغ العمر ديالهم بين 24 و25 سنة. في الأول شدوا واحد منهم، وبعد ما خدعوه للبحث قر بما تبقى من أفراد العصابة. هاد الإحالة هذه بعد تقديم المنطقة الأمنية نفسها لعنصرين من هذه العصابة كيبلغ العمر ديالهم 24 و25 سنة، أحالهم على وكيل الملك لدى المحكمة الاستئناف بمراكش أخيرا، وتم الإيداع ديالهم بربعة بالسجل المدني الوداية ضاحية مراكش من أجل منسوب إليهما. مباشرة بعد تلقي مصالح الأمن الوطني شكاية من طرف واحد السيد عنده حافلة، تحركوا الأمن ديال شيشاوة واستطاعوا على أنهم يفكوا هاد العصابة الإجرامية اللي خلقت الرعب في الطريق الوطني رقم 8، وكانت كتهاجم الناس اللي دايزين من تما عبر السيارات ديالهم والشاحنات والحافلات بالحجارة ليلا، وكترشق المركبات ديالهم، مما كان كيتسبب فزع ورعب كبيرين بالإضافة إلى خسائر مادية. وإيقاف هذه العصابة خلق ارتياح كبير بين صفوف مستعملي الطريق الوطني رقم 8 والساكنة.